لازم اسالك اليوم شو رح تلبسي بكان، خاصه انه اطلالتك بالاوسكارز كانت اكثر روعة. رائعه يعني الفستان اللي كنتي لابساه من توني ورد كان كثير حلو واللوك متكامل. لا لا مش لانه توني ورد فساتينو دائما كثير حلو، بس انا دائما بتضحك مع سيدريك حداد اللي هو الستايلست تبعي انه بتلفن له قبل بنهار بكون انا بلندن لانه مقيمه بلندن. سيدريك عند الاوسكارز بكره بتبعث لي فستان؟ يس 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 مش مشكله، بيبعث لي مع الكوري الفستان. مين بيعرف اذا رح يفوت فيي، مين بيعرف اذا رح يلبق لي ولا شيء. هيدا فستان الاوسكارز كله صدفه، اجا فات فيي لبق لي، كل شيء مشي حاله، بس كانت بالصدفه كليا يعني حلو. ما كان في ولا فيتنج ولا بريبريشن ولا شيء، بس لكان عم بتحضر اكثر، في مصممه عم تعمل لي فستان سبيشل ورح يكون في كذا فساتين. في اهميه اكيد للموضه مع السينما ولازم انا كمان تابع هالاهميه حتى لو انا موفي جيك قبل ما اكون فاشونيستا اكيد.